جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا كنت في سفر مع رفقة، وعندما حان الصلاة الظهر صلينا قصرا، وعندما قلت لهم نجمع معها العصر فرفضوا بحجة أن العصر سوف نصليها في وقتها، فما الصحيح في ذلك؟ إذا كنتم نازلين في أثناء السفر فالأفضل أن تصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، وإن جمعتم هذا جائز، لكن إذا كنتم في البلد أنتم مسافرين لا بأس، إقامتكم قليلة في البلد لكن المساجد بجنبكم تسمعون الأذان، صلوا مع المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. صلوا مع المسلمين وأتموا مع المسلمين وصلوا كل صلاة في وقتها. أما لو كنتم في بر ولا عندكم مساجد وأنتم مسافرين فيجوز لكم القصر، هذا لا بأس به، بل هذا أفضل من الإتمام. أما الجمع فإنما يجوز عند الحاجة. إذا كنتم أثناء السير جد بكم السير تجمعوا، أما إذا كنتم نازلين صلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع.